اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه الاهتمام بالنشاط الرياضي داخل الجامعات موضوع في منتهى الاهميه وموضوع ضروري جدا، لان كل الجامعات المصريه بالفعل مليئه بالكثير من المواهب وفي مختلف الالعاب الرياضيه، والحقيقه ده الدور اللي بيقوم به الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. هنتكلم عن هذا الدور المهم جدا في دعم المواهب الرياضيه وصناعه البطل الرياضي للمستقبل مع الدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اللي منورنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا فندم. صباح الخير عليك وعلى مصر كلها. اهلا بيك. صباح الخير يا دكتور. بونجور. بونجور. وانا هبدا بحضرتك سؤالي. كنا بنتكلم قبل الهوا على موضوع النشاط الرياضي في الجامعات المختلفه، كنت بقول لحضرتك وقت ما انا كنت في الجامعه ما كنتش اسمع، يمكن المشكله كان يعني او تقصير من عندي، بس كناش نسمع قوي عن نشاط رياضي وقتها يعني. بس خلينا نعرف من حضرتك اصلا فكرة انتشار وتوسيع كمان النشاط الرياضي وانتشاره في الجامعات والكليات المختلفة، ده أكيد في سيستم معين ماشيين عليه، ممكن نبدأ من النقطة دي؟ آه طبعا ممكن، بس إلى حد معلوماتي وحضرتك صلحي لي المعلومة، إن أنا أعرف إن حضرتك خريجة جامعة القاهرة. آه مظبوط. طب اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليه إن مبنى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اللي هو أنشئ سنة 58 مقره في جامعة القاهرة في المدينة الجامعية جنب الملاعب الرياضية اللي موجودة في جامعة القاهرة. دي نمرة واحد. ده الأساس هناك. وجامعة القاهرة من أكثر الجامعات المصرية ممارسة للأنشطة الرياضية، والدليل على ذلك حجم البطولات والميداليات اللي بتحصل عليها على المستوى المحلي من المستوى العربي والمستوى الافريقي والمستوى العالمي. طب حدش خدني معاهم ليه والله وقتها؟ فهو لا بس يمكن حضرتك ما كنتيش بتروحي شكلها. والله الدكتور قالك ده المقر الرئيسي. هو غالبا انت حضورك كان يوم واحد. لا والله هقول لا والله حقولي هي كانت بتروح بشكل استشاري يا دكتور. مش كده لا والله عددنا كان صغير. بتزور الجامعة. لا والله كنا بنروح، ده كان الحضور جوز حضرتك عارف طبعا كليه حقوق يعني، بس ما اعرفش يمكن كان ممكن تقصير وقتها. ده الحقوق كمان بالذات جنبنا يعني قريبه لينا يعني. بس هي كل الجامعات المصريه بتشارك بالفعل في الفعاليات اللي الاتحاد بينظمها. طبعا احنا عندنا دلوقتي وصلنا لحوالي 90 جامعه، جميع الجامعات الحكوميه، عندنا اكثر من 28 جامعه حكوميه، جميع الجامعات الخاصه، جميع الجامعات الاهليه، جميع الجامعات الاوروبيه اللي موجوده في مصر. كويس. ده بالاضافه لجميع المعاهد العليا اللي بتمنح درجه جامعيه. كل دول اعضاء عندنا وبيمارسوا الرياضه في اكثر من 40 نشاط رياضي بيمارس تحت اشراف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. وهذا الاتحاد يعني احنا عندنا اتحادين في مصر كلها يرؤسهم وزراء بحكم القانون، الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ويرؤسه معالي الاستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي شخصيا. وكذلك الامر بالنسبه للاتحاد الرياضي للمدارس يرؤسه وزير التربيه والتعليم شخصيا. كويس. فدول الاتحادين الوحيدين اللي بيرأسوهم وزراء بحكم مناصبهم. ده بالإضافة أن عندنا في عضوية مجلس الإدارة أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية. تخصصات يعني كمان. عندنا تواصل بحكم الإدارة مع كل الجامع مع كل تصنيف الجامعات على مستوى الدولة. وبعدين مش كده وبس، وبرضه عندنا تواصل بالاعلام. تمام. لان احنا احد اعضاء مجلس الاداره عندنا الكابتن احمد شبير. واعتقد الكابتن احمد شبير اهلاوي يعني. اهلاوي طبعا. بنتكلم على واحد من العيله يعني. طبعا. فده وضع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات. وفي نفس الوقت احنا يعني بنعتبر احد الدول المشاركه في الاتحاد الرياضي العربي للجامعات، وده مقره مدينه ابو ظبي. وانا بتشرف ان انا النائب الاول لرئيس الاتحاد الرياضي العربي للجامعات، واحنا في معظم الانشطه الرياضيه ابطال العرب. يعني اخر بطوله اقيمت في ابو ظبي احنا كنا ابطال هذه البطوله، واخر بطوله اتعملت لالعاب ساحليه كانت في سلطنه عمان احنا ابطال اكثر من لعبه في هذه الالعاب. ده على المستوى العربي. انا بدي لحضرتك فكره على المستوى. طبعا لا ما شاء الله واللي بيتحقق ده مش سهل. شوف بقى يعني المفاجاه اللي جايه بقى على المستوى الافريقي. احنا انا طبعا بتشرف ان انا رئيس اتحاد دول او جامعات دول شمال افريقيا كلها. وبعدين السنه دي عملنا مفاجاه على المستوى الافريقي، ان احنا رحنا في اجتماع الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي
واقيمت في جوهانسبرغ في جنوب افريقيا، ورشحنا، خد بقى القنبله اللي جايه دي، رشحنا الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه رئيسا للاتحاد الافريقي للرياضه الجامعيه، واكتسحنا بالانتخاب. يعني ولا وريت حضرتك اللي كان بيدير الجلسه وهو بينادي الاصوات، يعني اشرف 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 ما اشرف. لا بس ده متوقع يعني مين هينزل قدام سياده الوزير يعني لا ده كان من كان بيجدد من نفس الدوله. وبعدين احنا لا عندنا فكره ان الفوز بالانتخاب مش بالتزكيه مثلا كمان بيديله ثقل واهميه كمان. لا هو انتخاب حر. وبعدين اللي كان موجود كان رئاسه من جنوب افريقيا ورئاسه قويه، وفوجئوا بان احنا كنا مدبرين نزول الدكتور اشرف معانا، وحصل انتخاب فعلا حقيقي، وخدنا يعني مش عايز اقول لك عدد الاصوات، يعني 20 صوت والمقابل خد 4 اصوات. المهم يعكس بس يعني اهتمام وشغل فعلا، واحنا متوقعين ده باذن الله. انا عايز اسال حضرتك برضو عن فكره عدد الطلاب في الاتحاد، وفي نفس الوقت بيتم اختيارهم ازاي؟ يعني هل لازم يكون ليه باك جراوند في الرياضه، يكون بطل رياضي اصلا، ولا مش شرط؟ هو طبعا حضرتك عشان تبقى عارفه تعداد الطلاب في على مستوى الجامعات اكتر من 3 مليون طالب جامعي، يعني حوالي 3.5 مليون طالب جامعي في جميع التخصصات الجامعية. والرياضة طبعا بتمارس في جميع الجامعات. احنا دورنا الاساسي اللي هو اللقاءات والمباريات اللي بتتم ما بين فرق هذه الجامعات، يعني كل جامعة لها فريق بيمثلها. يعني كرة القدم مثلا الجامعة لها فرقة بتمثل الجامعة في دوري الجامعات في كرة القدم، وهكذا الألعاب المختلفة. وده بيبقى نتيجة دوري داخلي بيتعمل داخل الجامعة، بموجبه الجامعة بتختار أفضل العناصر اللي تمثلها في الفرق الرياضية. مش شرط يعني يكونوا رياضيين أو أبطال في الرياضة أصلا، المهم يكونوا بارزين عشان هم اللي هيمثلوا الجامعة. وإحنا على مستوى الاتحاد بقى بناخد أبرز العناصر في الجامعات كلها، وبنشكل فرق الاتحاد الرياضي المصري اللي هي بتمثل مصر في الجامعات. شوف بقى حضرتك على المستوى الدولي، على المستوى العالمي، احنا عندنا ميداليات محققة ذهبية وفضية وبرونزية ومراكز متقدمة في معظم البطولات على مستوى العالم كله. كويس قوي. بس حضرتك قلت يعني فيما تفضلت بيه ان في الجامعات المصرية في اكتر من 3.5 مليون طالب. نعم. وطالب، وده رقم مهول. يعني ده في دولة ممكن يبقى تعدادها 3 مليون. الثلاثة مليون دول بطبيعة الحال أكيد في منهم بعض العناصر أو الكثير من العناصر اللي هم بيلعبوا رياضة بشكل نظامي وبينتموا لأندية، وحتى يعني لعيبة في منتخبات مصر في بعض الأحيان. لكن في المقابل في لعيبة تانية ما مارستش الرياضة بشكل احترافي، مش أعضاء في نوادي، ولكن بيبقى عندهم النواة اللي ممكن تطلع منهم بطل مستقبلي. بتتعاملوا زي مع الفئة دي تحديدا؟ ما هو احنا بنتعامل مع الفئتين طبعا. الفئة الأولى لأن هي بيختار منها منتخبات الدولة اللي هي بتمثل مصر، ودول عادة معظمهم هتلاقيهم بيمثلوا منتخبات مصر في الأندية. أوكي. لأن هو ده سن البطولة في معظم الألعاب. أنا أستاذ التربية الرياضية وكنت عميد كلية التربية الرياضية وكنت نائب رئيس جامعة حلوان، يعني الرياضة بالنسبة لي مهنة. طب. فإحنا عارفين بنعمل إيه. الجزء الثاني اللي تفضل سيادتك يعني أشرت إليه، وانا اشكرك لهذه الملاحظه المتميزه جدا والذكيه جدا، ان احنا ابتدينا نشكل فرق من غير منتخبات الجامعات. يعني يبقى عنده فرقه مش المنتخب بتاعه، السكند والثيرد، واخد بالك، الثانيه والثالثه. أوكي. عشان يبتدي يبقى عنده جيل ثاني وجيل ثالث، بحيث ان هو يبقى الاجيال ماشيه ورا بعضها. هيك. خد بقى السؤال المهم جدا، طب على مستوى جميع الطلاب الممارسه الرياضيه اللي انتوا لسه عاملين فقره دلوقتي تمرينات رياضيه. طبعا المشروعات القوميه خارج اطار المنافسات، يعني ممارسه الرياضه في المطلق، ممارسه الرياضه كنوع من انواع الممارسه الحياتيه. انت عارف حضرتك ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نزل شعار لينا احنا شغالين عليه بقالنا كذا سنه، ان الرياضه اصبحت قضيه امن قومي. فاذا معنى كده ان الرياضه لازم تكون جزء في حياه الانسان، تبقى وجبة رابعة. طبعا. لأن ليه؟ احنا مش بنعمل دي عشان بس تقضي وقت حر وتمارس الرياضة، لا، ده احنا بنعمل كده عشان صحتك تتحسن. بلاش كده، لو انت طالب تحصيلك الدراسي يزيد، لو انت بتشتغل
دخلك يزيد، انتاجك يزيد، ومن ثم حتى لو حسبناها ماديا انا عايز احسب لك بحيث الرياضه هتنفعك في ايه، ان تزود دخلك المادي عن طريق زياده عدد ساعات عملك. المشكله اللي احنا بنعيشها دلوقتي ان احنا عايزين الرياضه تمارس للجميع، فابتدينا نشتغل في مشروعات لجميع الطلاب الجامعيه، منها مشروع يمكن حضرتك هتسعد جدا لما تسمعه، وتسعد مين اللي هو اوحى الينا ان احنا نجتهد في هذا المشروع، الدكتور مجدي يعقوب. يا سلام، عظمني بقى يعني. طب نتكلم على مجدي يعقوب، نتكلم على الدكتور رقم واحد في العالم. طبعا. صح الكلام، مليون في المية. احنا عندنا مشروع اسمه مشروع 10,000 خطوة. 10,000 خطوة. حلو. ان حضرتك تمشي في اليوم، وحضرتك لو فتحت التليفون هتلاقي حاجه اسمها سامسونج هيلث، بيديك عدد الخطوات اللي انت بتمشيها على مدار اليوم، والكالوريز اللي انت بتحرقه، والنبضات اللي انت بتعملها، ونسبه استهلاك الاكسجين، بيديك فعاليه الجسم في المشي 10,000 خطوه. احنا كنا عاملين المشروع ده على مستوى الجامعات لجميع الطلاب الجامعه، فكنا عاملينه 7,000 خطوه. في لقاء، وانا يعني يمكن لو في صور بتاعه الدكتور مجدي يعقوب تطلع. ايوه جنبنا اهو، شوف حضرتك معانا. قال لنا لا، ترفعوا ل 10,000 خطوه. تعالي، ده المقدار اللي في الانسان محتاجه في اليوم. في اليوم. في اليوم. لا، انا اقول لك مقوله بقى ليه، هو مشهوره جدا. يقول لك ان احنا لو عملنا حوالين كل مستشفى تراك للمشي، نسبة المرضى في هذه المستشفى هتقل 50%. والله المشكلة في التراك، ولا المشكلة ان احنا يعني بيبقى كل حاجة قدامنا وفي كسل، يعني هي دي النقطة. المنتاليتي عايز تتغير. ده اللي احنا عايزين نزرعه بقى من حيث بقى الإعلام، يبقى في ثقافة عامة، وفي ثقافة عامة الرياضة والصحة. لأن كلمة ثقافة حتى مفهومها عند العامة مفهوم خاطئ. يعني ما تيجي تقول واحد أنت مثقف، يقول لك الرياضة مهمة وكويسة وكذا، ده معارف رياضية. لكن معنى انك مثقف رياضيا انك انت لديك المعلومه وتمارسها. طبعا. هو ده مفهوم الثقافه. لان الشائع، في شائع غلط ما بين الناس ان مفهوم الثقافه مجرد معلومات. طبعا. لا، ده مهم جدا. فده مشروع قومي. الفئه العمريه اللي حضراتكم بتتعاملوا معاها فئه مهمه جدا جدا جدا، وقوه ضاربه. يعني طبعا. دي راس مال دول كتير بتعدادها الاكبر من الشباب. احنا عندنا شباب واعي ومثقف وعارف كويس قوي اهميه ممارسه الرياضه الى اخره. نعم. وعندنا في المقابل الامر لا يخلو، وده موجود في كل مكان في العالم، الشباب اللي هم ايه، مكبرين دماغهم ومسقطين الجنزات ورايحين الجامعه زي جايين من الجامعه، لا بيحصلوا معلومات ولا بيحصلوا يعني اي فكر ممكن يزودهم ثقافيا او حتى يحسن مستواهم الصحي. صحيح. الشباب دول عشان نلحقهم، ومنهم طبعا اللي بيتجه للمخدرات الى اخره، عشان نلحق الشباب دول هل في اي دور الاتحاد اللي حضراتكم مسؤولين عنه؟ طبعا بيلعبوا في هذا الاطار. طبعا عندنا دلوقتي، احنا عندنا اكاديميه منشاه في الاتحاد بتنظم دورات ثقل ومحاضرات ثقل، وبتجيب كبار العلماء مش بس المصريين والاجانب عشان يتكلموا عن اهميه الممارسه الرياضيه. انت حضرتك ال 3.5 مليون ونص طالب اللي موجود، والطالب وطالبه اللي موجودين في الجامعات، هم دول عدة الدولة في المرحلة اللي جاية. هم دول اللي هيطلعوا بعد التخرج هيقودوا الدولة. طبعا. فإذا طلعوا فيهم عيوب هتكون العيوب دي في الدولة كلها. فده مشروع من ضمن المشروعات اللي احنا بنعمله. عندنا مشروع تاني اسمه دراجة لكل طالب، ويمكن بتشوفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيروح يركب دراجات في الكليات الحربيه وفي الشارع وفي الكلام ده كله. انت كمان دراجتك صحتك كانت مبادره من وزاره الشباب. صحتك ده شعار طلعناه. وبعدين مش كده وبس، ده احنا دلوقتي صنعنا عن طريق المصانع الحربيه دراجات ونزلناها باسعار منخفضه، ووزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي دعم هذه الدراجات وبيدي دعم مادي لكل فرد يشتري دراجه من هذه الدراجات. يعني شوف بقى الدوله حريصه على ايه؟ لان هي مشكله الممارسه ايه؟ انك انت يبقى عندك معلومه انك تقدر تمارس بدون اي امكانات تكلفك. مجرد انك تمشي، ده ممارسه، بس طبعا المشي لازم يكون باسلوب معين، جوجينج بنسميها، خطوه تسمح انك انت الاجهزه الحيويه بتاعتك تشتغل، دراجه تركب دراجه. لذلك المدن الجديده كلها لو تلاحظ عاملين طرق للدراجات.
يعني بحيث بس دي طرق جديدة بقى، لكن المدينة نفسها في بعض الشوارع كلام يعني الزمالك متاح المهندسين يعني، بس في بعض الأماكن هنركب فين يعني ما مش يعني معظم يعني مثلا أنا واحد ساكن في 6 أكتوبر آه. في 6 أكتوبر في شوارع كتيرة اتعملت حوالين الشيخ زايد يعني، اتعملت شوارع وسط البلد مش مؤهلة قوي للنوع ده من يبقى هنستخدم وسيلة للمشي في أي مكان من الأماكن اللي تسمح بالمشي. استخدم أي نوع من أنواع الرياضة، خش اي نادي والعب اي لعبه من الالعاب المتاحه، او مراكز الشباب حسب او مراكز الشباب دلوقتي يعني. اللي هي الدكتور اشرف صبحي دلوقتي عاملين اكتر من 4500 مركز شباب. ده في طفره حصلت في المراكز، طفره في مراكز الشباب. فهو الفكره كلها ايه؟ ان احنا عايزين نزرع جوه ولادنا حب الرياضه، مش بس الاقتناع باهميه الرياضه، لا احنا عايزين القناعه دي تصل الى حد الاعجاب والحب في الممارسه عشان تتحول في نهايه فتتحول المطاف الى عاده يوميه يعني. طب خد بقى الكوارث اللي احنا داخلين عليها خير. اللي هي بقى يعني الموضوع اللي لازم نقف عنده نقفه كبيره جدا. احنا عندنا كوارث بتدمر البشر داخلين عليها يعني انا دلوقتي في جميع المؤتمرات العلميه اللي انا بحضرها، انا الفتره اللي فاتت دي حضرت مؤتمرات في العراق وفي الكويت وفي ليبيا وفي الامارات وفي السعوديه وفي ليبيا، واخد بالك تحديدا كمان طبعا، وطبعا في دول إفريقية اللي بنتكلموا عن دور الرياضة، خلي بال حضرتك، في مواجهة الآثار الجانبية للتقدم التكنولوجي اللي احنا بنعيشه دور، يعني دور يصل إلى ان هو هينقذ الإنسان من الدمار. لا مش فاهمة انا شخصيا، انا اقول لحضرتك أنا حضرتك أنت تقصد الذكاء الاصطناعي يعني؟ كل أساليب التقدم التكنولوجي إن جنرال والتحول الرقمي. طب إزاي برضو لو حضرتك تشرحها؟ حولنا إلى أجيال من القاعدين من الجالسين لا نتحرك. أنا بدخل بيتي ولادي وأحفادي وإخواتي كلهم كل واحد طول النهار ماسك الأجهزة وقاعد قدامها، كمية الحركة قد إيه؟ اتحولت كل منتجاتنا وقدرتنا على الانتاج الى اجهزه وادوات. صحيح. كميه الحركه اللي كنا بنعملها عشان يتحرك فيها الجسم اصبحت عايز اقول لك معدوم. صفر. لا لا ترو انا صفر معدومه. انا قفلت امبارح السوشيال ميديا بتاعتي كلها بمناسبه الكلام يعني. شفت حضرتك بقى؟ عايز اقول لك افيد كتير يعني، ولسه النتائج ما حسيتهاش، بس اليوم بجد بتحس انك ما بتضيعوش، في حاجات تقدر تعملها ثانيه. انا طبعا بجد طبعا وبتريحك اعصابك بتهدى، فش بقى يعني العاده اللي هي لا اراديه ان احنا بنمسك التليفون كل 5 دقايق دي راحت من عندي، ده في يوم واحد ما بالك بقى لو كملت يعني. انا متفق مع حضرتك 12 ساعه و14 ساعه قاعد على المكتب. صحيح. لا يتحرك. قولي لي ده بعد كده هيبقى إدمان. صحته عامله ازاي؟ لا لا ادمان طبعا. فطبعا ده من اكثر التحديات التي تواجه الانسان. الاجهزه دلوقتي ده انت بيشيل لك القلب يحط لك جهاز مكان. صحيح. يشيل لك المعده يحط لك جهاز مكان، بعد كده هتبقى مجموعه من الاجهزه مالكيش لازمه بقى خلاص، الاجهزه بتعمل كل حاجه. والدليل على ذلك اكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها دلوقتي نوع من انواع البطاله نتيجه للتقدم التكنولوجي. لان اللي كان بيعمله الناس ابتدت المكنه هي اللي تعمله والاله هي اللي تعمله. لا بيقول لك في مذيعين بقى كهبوا ذكاء اصطناعي ما هو كده ابتدوا وغيره ما هو كده بقى في كده. خد الكارثه الثانيه. لا النهارده اليوم صعب بقى مش كده، مفاجآت وكوارث والله. ما هو احنا يا جماعه عشان هي فعلا مخاطر كبيره. انا عاجبني قوي مقوله الرئيس لما قال ان الرياضه فعلا قضيه امن قومي، لان الرياضه اللي بتعمله في مواجهه التحديات اللي احنا بنشوفها من الاثار الجانبيه للتقدم التكنولوجي هي اللي هتنقذ البشريه. المجال الاول وانا بدعيها اهو وحاسب على هذا الكلام قولا وفعلا، المجال الاول اللي هيواجه اثار الجانبيه السايد افكت للتقدم التكنولوجي الرياضه. خد الجهه الثانيه. حضرتك بحكم منصبك وبحكم وجودك بشكل دائم مع تاني الفئه دي تحديدا من شبابنا المصريين، شايفهم وشايف تفاصيلهم وشايف قدراتهم وشايف امكانياتهم، مطمن على اللي جاي بموجب اللي حضرتك شايفه الان؟ yeah. انا قلقان، انا قلقان. ومحتاجين ليه بقى؟ لان احنا محتاجين وسائل اعلام يعني اضعاف اضعاف المستخدمه حاليا عشان تبرز دور الرياضه في ان احنا نواجه الاثار دي ازاي. ده خد الكارثه الثانيه، الكارثه الثانيه اللي ممكن تبقى اكتر خير. الاثار الجانبيه المترتبه عن التغيرات المناخيه المتوقعه.
طب وده الرياضه هتقدر تواجهه ازاي؟ شفت حضرتك ازاي ايه دور الرياضه في شفت حضرتك سالت ازاي الرياضه هتعمل دور هتلعب ايه؟ حضرتك تفتكر طبعا المؤتمر اللي اتعمل في شرم الشيخ. ايوه طبعا. وحضر رؤساء 40 دوله من اكبر دول العالم. ايوه. عشان نشوف هيعملوا ايه في مواجهه التغيرات المناخيه. طيب التغيرات المناخيه دي بيحصل ايه؟ انت شفت اللي حصل في ليبيا. طبعا. وشفت اللي حصل في المغرب. ده في قرى كاملة العالم كله ده في قرى كام اختفت من على سطح الارض. طبعا يعني حصل تغيرات. أيوة طبعًا في اسفل الارض ولسه متوقع بلعت القريه كلها. واخد بالك؟ أيوة. التغيرات اللي بتحصل في الرياح الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر. ماشي بس ارجع واسال حضرتك نفس السؤال الرياضي انا هسالك إيه انا هقول لك اهو ما انا هسالك كل ده بيصاحبه ايه؟ تغيرات في نسبه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الجو. طب حضرتك هتتنفس ازاي؟ أدربك إزاي؟ أجهزك إزاي عشان تواجه هذه التحديات؟ حركتك في دول أو في مسطحات تعلو أو تنخفض عن معدل سطح البحر. أنت عارف حضرتك أنا عملت بحث من الأبحاث بحث دكتوراه كنت أنا مشرف عليه واتعمل في فلسطين ويخلينا ندعي إن ربنا ينقذ يعني ولادنا في فلسطين والشعب الفلسطيني من الكارثه اللي هم فيها دول. وعايز ابعت من هنا باسمنا كلنا تحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الموقف المتميز في مواجهه هذه المشكله والتعامل مع هذه المشكله في دعم هذا الاتجاه وتركيزه على دخول المساعدات و والكلام ده كله. صحيح. فطبعا ما اقدرش اعدي واتكلم اكيد وما اقولش احنا بس عايزين يعني نستاذن حضرتك ان انت تنورنا كمان مره لان الحقيقه الموضوع شيق جدا ومهم جدا ومليان تفاصيل. طبعا للاسف وقتنا المتاح في الفقره دي بيوشك على الانتهاء. يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا نورتنا. كنت هقول لك الحته بتاعت التغيرات المناخيه وانا كان نفسي يعني انت احرار انا بس ملحوقه ان شاء الله حضرتك تنورنا كمان مره. انا سعيد طبعا وشاكر للدعوه الكريمه وبشكركم على هذا الاهتمام وارجو ان احنا ندي اهتمام للممارسه الرياضيه للجمهور كله مش بس في العاب المميزه وطبعا في كره القدم وهي لعبه شعبيه وممكن نستغلها استغلال كبير جدا في نشر الرياضه. شوف بقى انك تجيب حاجه الناس بتحبها وتستخدمها عشان الناس تلعب رياضه وتبقى الرياضه جزء في حياتها. انا لما بستمتع بالحوار ما بسالش اسئله كتير فبجد انا كنت حابه اسمع حضرتك جدا وهنقول للحديث بقيه لان فعلا الوقت خلص بس حضرتك طرحت ملفات كتير مهمه يا دكتور صبحي نورتنا. بس في ملاحظه انا عايز اقولها. اتفضل. على فكره بالرغم ان انا كنتوا دعيتوني وانا جيت ليكوا انا مش اهلاوي. ما فيش مشكله انا زملكاوي لكن عاشق للاهلي. منورنا على فكره دي جمله قويه جدا. من اعز اصدقائي من اعز اصدقائي زملكاوي عاشق للاهلي يكفينا ان احنا نختم زملكاوي عاشق للاهلي انا بقول اهو يعني كنت هناك مره فبيسالوني قلت له يا كابتن خطيب انا زملكاوي بس بتعالج انما انا ان شاء الله اللي جاي مع نادي الزمالك ان شاء الله هيكون كله خير. هتشوفوا متاكد في المقابل كل اهلاوي يتمنى ان نادي الزمالك يرجع كعهده السابق ويرجع نادي الزمالك يبقى القطب الثاني من اقطاب كره القدم. لو العلاقه الرائعه ما بين الاهلي والزمالك المنافسه الجميله صحيح. المنافسه الرياضيه الحلوه اللي هي بتدي طابع جيد للناس عشان يعشقوا الرياضه سواء اهلاويه ده اصل الموضوع وكده كده يعني ده هيكون لصالح اكيد الكره المصريه في النهايه. لو قلت لها دكتور بشكر حضراتكم على تابعتنا الفقرة دي فاصل سريع ونرجع نكمل.